مشاهدينا السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في محطتنا الأسبوعية سياحة ومجتمع إلى حدث جماهيري سياحي مختلف ومميز. هنا في هذه الساحة من العاصمة الأردنية عمان أقيم مهرجان أو مسابقة خاصة جذبت إليها محبي القهوة. إنه فن الرسم على القهوة أو كما يعرف بفن اللاتيه. جمهور غفير وأكثر من 70 مشاركا، وأكواب القهوة تزينها الأشكال الفنية كالورود والقلوب وحتى البجع، ويرصد الجمهور قوة هذه المنافسة التي تنظم بشكل سنوي وعليها يعول القائمون في تنشيط هذا الجانب الفني ورفض السياحة وجذب محبي القهوة وعشاقها. وإلى متعة سياحية من نوع مختلف، فعلى طريق شاق وبمسافات ليست بالقليلة أتى هؤلاء السياح ليشاهدوا ظاهرة البراكين الطبيعية في أيسلندا، والتي هي سياحة عرفت مؤخرا ولها روادها ومحبوها. يشاهدون الدخان وينظرون إلى الحمم البركانية وهي تفور، يلتقطون الصور من هواتفهم وكاميراتهم ومن طائرات التصوير الخاصة ليوثقوا نوع السياحة المختلف هذا. البركان هذا المعروف بغريند أفيك في أيسلندا زاره خلال الأشهر التسعة الماضية أكثر من 40,000 سائح، وجميعهم مفتون بهذه الرحلة. أما الآن مشاهدين، فمن الحمم ننتقل إلى الزرع والحقول البيضاء، فهكذا تبدو حقول القطن الشاسعة الممتدة بعيدا وكأنها غطاء ثلجي واسع. المشهد هذا في ولاية غويانس الريفية البرازيلية يعكس توجها جديدا للزراعة، وهو أن ينتج القطن وأن تفتح الحقول للزوار لمشاهدة أعواده الثلجية البديعة والنظر إليه والرياح تحركه. يمر هذا القطن برحلة ليست بالبسيطة، فمع كل صباح ينثر المزارعون البذور يرونها ويعتنون بها ويهيئون فيها أماكن خاصة لاستقبال الزوار، ومن هنا يودون أن يطلقوا سياحة ما يعرف بسياحة الحقول الزراعية الطبيعية، وبالتأكيد ستكون تجربة مختلفة. وإلى إبداع الشباب العماني، فهو مبدع مصور رحالة يجوب بسيارته التقليدية العديد من المواطن السياحية في ربوع عمان. يحب التخييم والمغامرة والاستكشاف، ولديه شغفه الكبير بالتصوير، فطوع مهارة التصوير في خدمة شغف السياحة ليخرج لنا بمادة عمانية بديعة. إنه معاذ الندابي، وهذا أحد إبداعاته الجميلة، نتابع. التصوير وجمال المنظر والنتيجة كما شاهدنا. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام محطتنا الأسبوعية. أما الآن فعودة إلى الزملاء وأخبار العاشرة.